بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى العرف أن يقوم كابتن الدولة المستضيفة بأداء قسم البطولة، وإنه لشرف لي أن أكون من يقوم بأداء القسم، ولكن أستأذنكم بأن أمنح حق تأدية قسم البطولة لزميلي مصعب البطاط كابتن منتخب فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي ونيابة عن زملائي أقسم بالله العظيم المنتصر للنور على العتيم، أقسم بأن نلتزم بشريعة المنافسة الشريفة قانونا وعرفا روحا ومضمونا، وأن أنقل للجمهور ما يعكس خلق القوين، والله على ما نقول شهيد.